أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا نستعرض حديث النبي في مقام الحسن بن علي الزكي التقي روحي له الفداء طبعا تارة يشترك في الحديث الإمام الحسن لأنهما لا ينفكان عن بعضهما البعض في المقام وأن النبي كان يتحدث تارة عن الحسن تارة عن الحسين وفي المجمل كان يجمل أو يجمل أو يجمع بينهما. على كل حال عبد الله بن عمر ينقل هو يتحدث يقول أنا كنت جالس على ناحية الكعبة يعني يتظلل بظل الكعبة الكعبة طبعا الها ظل وجالس تحت الظل الرجال فوقع بصره على الحسن والحسين وكانا متجهان اليه فماذا قال؟ قال عبد الله بن عمر هذا القادم الحسن والحسين يعني هذا القادم يقول هما احب كما يعبر احب اهل الارض الى اهل السماء شوف على هالكلام العميق عبد الله بن عمر يقول احب اهل الارض الى اهل السماء الحسن والحسين سلام الله عليهما وعبد الله بن عمر يعني عاش مع الحسن والحسين وعبد الله بن عمر يعني يعرف المشاكل والحياه التي مرت على الحسن والحسين المليئه بالظلم والمليئه بالهموم والمشاكل هذا كله يعلمه ويتحدث بهذا الحديث لكن نريد من عبد الله بن عمر كان يعني لازم يبين موقف من شوف تاره عنده موقف محايد لعله جيد لكن في ظروف اخرى كان يتحدث ولكن يعني حديثه لا يشفي الصدر كما يجب ليش؟ لأن حقيقة إحنا عندما ننظر في هذه الأحاديث وكيف رويت جيد طبعا إحنا هذا لا نعتبره حديث لأن الحديث عن رسول الله فقط أنا جبت هذا هذه الرواية بهذا المعرض حسب التسلسل في الكتاب الذي نحن ناخذ منه فاذا هذا المعنى الكبير الذي يتحدث التاريخ فيه عن اهل البيت وعن الحسن والحسين دائما نعيد ونكرر انه متكرر متكرر الان وفي جمع الفوائد عبد الله بن شداد عن ابيه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في احدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا وحسينا فوضعهما ثم كبر للصلاه فصلى فسجد وأطال في سجوده. فقلت الآن يرفع رأسه. الآن يرفع رأسه. احنا تحدثنا انه لعله واحد يرفع رأسه من المصلين. أنا هون بهذا الحديث جبت الذي رفع رأسه بالاسم. يقول فرفعت رأسي وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجد. فعدت الى السجود ولما فرغ النبي من صلاته جئنا وامتسلنا بين يديه قلنا يا رسول الله انزل عليك الوحي احنا فكرنا يعني اما يعني نزل عليك الوحي او حدث معك شيء فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا وإنما الحسن, والحس إنما الحسن والحسين عليهما السلام كان أحدهما ينزل, ينزل, والآخر يطلع كان أحدهما ينزل والآخر يصعد فما أحببت أن يعني أبعدهما عني إلى أن فرغا مني فرفعت رأسي من السجود وبعد أكثر من ذلك ثم قال اني احبهما اللهم اني احبهما واحب من يحبهما فهذا المعنى معنى الحب يجب على كل المسلمين ان تعيد النظر في قراءه تراث الحديث الشريف في خصائص فضائل ال محمد وتشوف انت خلي عندك مقايسه الان قديش تكرر كلمه احبهما 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 تكرر كثير ولذلك يعني حقيقه ما ما لفتت نظرنا هذه الكلمه مع الاسف لا ليش لانه احنا ما نقرا فضائل ال محمد ما نقرا فضائل ال محمد مع الاسف ايضا ابو هريره عن ابي هريره قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في طائفه من النهار، وكان لا يكلمني ولا اكلمه، ماشي، الى ان دخل الى سوق بني قينقاع. هذول الجماعه عندهم سوق، واسم السوق هيك. ثم بعد ذلك صرف حتى أتى بيت فاطمة وكان قد حمل أشياء في يده ونحن ننظر إليه فقرع الباب قالت فاطمة من الطارق فقال أنا أبوك يا نور عيني أين الحسن والحسين أخرجيهما خلي يجوا لعندي فأطالا في الخروج يعني هلا بيخرج شوي بيخرج أطالا أطالا الخروج إلى النبي والنبي يترقب خروج الحسن والحسين يعني شوف هذا يعتبر حجة علينا حجة علينا بكل المعايير النبي واقف ومعه رهط من الناس وأبو هريرة يتحدث ويقول الآن يخرج الحسن الآن يخرج الحسين حتى ظننا شوف شو بيقول أبو هريرة يقول حتى ظننا لعل السيدة الزهراء يعني الحسن والحسين كان يعني يغتسلان السيدة الزهراء مثلا كانت آآ آآ تقوم ب تغسيل الحسن بتغسيل الحسين لعله او تلبسهما ممكن الحاصل انهم اطالا قليلا والنبي ينظر الى السماء وينظر الى الارض وكانه يعني عليه شيء من يعني الشوق وعليه شيء من آه الروحانيه الظاهره عليه متبسم ولكنه ينتظر الان يخرج الان يخرج الحسن الان يخرج الحسين بعد ذلك خرجا يقول ابو هريره فلما سمع صوتهما وقد اتجها الى الباب وفتحا الباب وخرجا النبي مباشره توجه اليهما واخذهما وضمهما الى صدره وقبلهما واطال في تقبيلهما. شايف عندك انت ولد بالبيت او حفيد ها ومشتاق له ويصير بايدك هيك تحمله وتبدا تقبله مره بتمه مره بخده مره اه برقبته وغير ذلك فاطال في تقبيلهما وشمهما النبي. ودمعت عينه دمعت عين الرسول ثم قال دمعت عينه ثم قال: اللهم اني احبهما واحب من يحبهما واكره من يكرههما وابغض من يبغضهما شوف هذا الكلام وهذا الحديث يقول ايضا صححه الشيخين، يعني مين؟ يعني البخاري ومسلم. هنا إذا كان النبي يبغض من يبغض الحسنان. يعني بأي عنوان؟ بأي عنوان؟ النبي يعلم أن الحسن والحسين يخرج عليهم من يظلم ومن يهتك في الاسلام ام لا؟ طبعا. لان الله انبأه. طيب الحسن والحسين اذا كان النبي صلى الله عليه واله يقول: اكره من يكرههما. سلم لمن سالمتم، حرب لمن حاربتم. فماذا نقول ل الذين خرجوا على الحسن والحسين ماذا نقول لمعاوية الذي أقرح قلب الإمام الحسن ما كان عندك خبر بأن النبي قال أنا أكره من ها يكره الحسن يكره الحسين يعني حتى أن القضية أكبر من ذلك رسول الله عنده علم ها مسبق ف بكون انه عنده علم مسبق قال هذا الكلام، يعني شو رسول الله يعني ما بيعرف من يظلم الحسن ويظلم الحسين؟ بلى وربك. ومعاويه ها ظلم الحسن وظلم الحسين. ماذا تقول يا معاويه في هذا الحديث؟ ماذا تقول يا معاويه في هذا الحديث الذي تحدث به رسول الله صلى الله عليه واله، هات لنشوف شو عندك؟ شو بتفيدنا؟ شو كيف بدك تدافع عن نفسك؟ باي حجه؟ ما هي حجتك امام الله وامام الرسول في ظلمك للامام الحسن؟ نريد بينه وايضا عن سليم بن قيس الهلالي عن سلمان الفارسي ومرفوعة دغري مباشرة إلى سلمان قال دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا فجائية يعني في حدث دائما لما يكون فجأة إجت هاي الأداة أداة الفجائي يعني في شيء ما هو هذا الشيء الحسن والحسين وعلي عليه السلام وفاطمه. وكان الحسن والحسين جلسا على حجر رسول الله. والسيده الزهراء تنتظر تنتظر شو شو عم تنتظر السيده الزهراء؟ ان يقوم الحسن والحسين من حجر النبي صلوات الله عليه من حجر جدهما وياتيان اليها حتى تطعمهما. ولكنهما كانا قد جلسا في حجر جدي جدهما رسول الله وماذا يلعبان بيد رسول الله يعني النبي حاطط ايده هيك وهن عم بيلعبوا باصابعه ثم بعد ذلك ياخذ النبي يد الحسن والحسين ويقبلهما يقول سلمان فنظرت إليهما الحسن والحسين ثم نظرت في وجه امير المؤمنين علي عليه السلام فقلت ما رايك يا علي؟ فقال هذا ما يكون من امر نبينا احنا ليس لنا كلام في وجود رسول الله وتقدم سلمان يقول انا اردت ان امازح الحسن والحسين واخذ الحسن والحسين من حجر رسول الله ف التفت إليه النبي قال يا سلمان اتركهما فإنهما والله ريحانتاي من الدنيا يعني ممكن يجلس ساعات والنبي يصنع ويتحدث ويبين فضل هذان الإمامان المعصومان بهذه الروحية وبهذا المقام الرفيع وبهذا النور الساطع نختم كلامنا الى هنا باحاديث قادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>